عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي اموركم تكون بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف، كي راكم توحشتوني حتى نتوما. عارفاكم بلا كتبغوني وكتعزوني انا اكثر، والله شاهد عليا. داكشي علاش ما كنبغيش نطول عليكم الغيبه، كنبقى مره راه كنبغي نلبي الطلب ديال واحد الفئه كما كنقول لكم ديما. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف 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 بزاف، طلبتوني عليه ديجا وكنت مترده واش نحطه ولا لا، لانه سابق من نوعه ما عمره ما تحط في اليوتيوب، والقليل القليل القليل هو اللي عارفه. غادي نحكي لكم على القصه ديالي انا باش تفهموني انا علاش كنتكلم بلا ما تزربوا. اللي زربانه تمشي بحالها الله يعاونها، واللي بغى يستافد وي يعني ياخذ واحد الافاده اللي غادي تنفعو، غادي تنفع وليداتو حتى اللي داير به، علاش لا، راه فاعل الاجر. يبقى معنا، مرحبا به. ما تنساوش قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتكليكيو هذيك لوبسيون ديال الكل، لان البنات اللي كيتشكاو من الاشعارات او الفيديوهات ما كيوصلوش لعندهم، دونك هما ما داروش هذا ملي كنبركو على الجرس كيعطينا واحد القائمه فيها تخصيص، فيها الكل، فيها كذا. الا بركتي على الكل يعني جميع الفيديوهات من هذه القناه هذه ديال عالم ام ياسر راكي غادي توصلي بهم. كنتمنى تكونوا فهمتوني يا البنات. ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم، مرحبا بالاسئله ديالكم بحال ديما، راني واخا ما كنحطش فيديوهات كنبقى كنجاوب على الاسئله باستمرار، يعني الاسئله اللي هي في حدود المنطق وفي حدود المعقول باش نكونوا فاهمين البنات. كما قلت لكم الفيديو ديالنا ديال اليوم البنات كيهضر على التوكل القديم، يعني ان بعض البنات كيقولوا بان الشعر ديالنا كيطيح، كما كان واقع ليا حتى انا، الشعر كيطيح، ضفاري كيضروني، سناني سنان كيتسوسو، هذا وهذا وهذا، دونك عليك بالراس ديال الماس. دابا غتقولي لي كيفاش، واش الراس ديال الماس كيحيد التوكل؟ وفي واحد اللايف الا كنتو عقلتو المتتبعات ديالي اللي متبعيني في القناه باستمرار راه كانوا سمعوني هضرت على هذا الموضوع هذا في واحد اللايف، لان واحد الاخت من الجزائر تحيه ليها متتبعه وفيه للقناه كانت قالت لي حتى حنا كنعالجو بالراس ديال الماس، هما الطريقه ديالهم مختلفه. غادي نهضر انا على الطريقه ديالي انا، يعني كيفاش دارت ليه الام ديالي الله يخليها ليا ويشافيها، دعواتكم ليها بهذه المناسبه ان شاء الله ملي ذكرناها في هذا الفيديو. وكانت دارت لي هذه الوصفه متكونه من جوج ديال المكونات، ما عندك علاش تلفي، ما عندك ما تبقاي تشري وقوة تشري جوج حوايج ان شاء الله راه غادي ترجع لك ان شاء الله باذن الله. الا كانت التوكل اللي عندك وكنتي مريضه وكتحسي بالعياء وكتحسي براسك دائما مريضه، دائما باغي غير تكايمه فيك ما يخدم، ولا درتي شي حاجه كتحسي براسك سخفانه، دونك غير ديريه. بالنسبه للبنات اللي ما متاكدينش وخافوا منه يضرهم، هو بالعكس ما كيضرش، بالعكس هو كيزيد في الوزن كيغلط، يعني البنات اللي بغاو يغلاضوا عليكم بهذه الوصفه، ماشي غير اللي فيه التوكل باش نتفاهموا. يعني اي واحد عنده مشاكل في المصران، عنده المشاكل في الهضم، اي حاجه خاصه بالقولون، بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه ما يفهموش اللهجه ديالنا، اي واحد عنده مشاكل في القولون او في الجهاز الهضمي ككل او في الشهيه وهادشي، عليك بهاد الوصفه هادي، راهي كتغلظ وكتفتح الشهيه وكترجعك اكتيف، يعني كترجع لك واحد الحيويه واحد النشاط ما عرفتش كيفاش نوصف لكم. انا شخصيا درتها، فاش درتها ما قدرتش نشربها، ولكن الحمد لله الحمد لله انني شربتها. ملي شربتها راك وليت كنحس بواحد الراحه، بواحد ما فهمتش، واحد لينيرجي زوينه بزاف 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 بزاف، والله العظيم. كنت كنوزن 45 كيلو مزوجه، وكان وزن 45 كيلو، ضعيفه بزاف. بالنسبه للبنات اللي متبعيني غادي يقولوا لي نجوى حطيتي لينا الوصفه ديال الريحان والورد، وي الريحان والورد مزيانين، ماشي مزيانين. اليوم الحمد لله والشكر لله ان واحد السيد حط لي واحد التعليق اللي كنعتز به وكنفتخر به في هذاك الفيديو اللي حطيت لكم ديال الريحان والورد، كيفاش نديروا الاستفراغ بهم، كيفاش نستعملوهم، شحال المده وكذا. اللي مازال ما شافش ذاك الفيديو يرجع ليه. بالنسبه لهادو كيحيدوا التوكل اون جينيرال، كينقيو الجهاز الهضمي. انما هذه الوصفه اللي غنعطيكم دابا راهي كتغلط وكتنقي المسران وكتقضي على جميع مشاكل القولون.
على بوم زوي، يعني بزاف ديال الحاجات راه كيصلح ليهم. هادشي اللي غنوريكم دابا غير تبعوا معايا وبقاو معايا حتى التالي. السيد اللي جرب الريحان والورد ماشي غير واحد، نهضروا غير على التعليق اللي دخل عندي اليوم الحمد لله، كيقول لي انا موظف وما خليت حتى شي طبيب حتى شربت الريحان والورد، الله يجازيك بخير وكذا وكذا. شكرا لك اخويا على دوك الدعوات ديالك راهم وصلوني، شكرا وفرحت لك بزاف لانك وليتي بخير. رجعوا للموضوع ديالنا، بالنسبه اللي عنده توكال قديم، يعني كاينين بنات زوينات تبارك الله غزالات وباغين واحد فورما زوينه، باغين واحد لاطي زوينه، ولكن ما كيحصلوش عليها لان مساكن ممكن تكون واكله شي حاجه، ممكن هي يكون عندها مشكل في الجهاز الهضمي كما قلنا، ممكن بزاف ديال الحاجات. حنا ماشي طباء، انما كنهضروا على تجربه، تجربتي انا تنهضر معكم عليها، انا كنهضرش على شي واحد قال لي فلان راه درت كذا وكذا وجيت حطيتها لكم، لا انا اللي درت هذه الوصفه فهمتوني، وداروها حتى خواتاتي وحنا مجربينها ومعاودين ومعاودين ومعاودين، والام ديالي هي اللي كتصاوبها لينا الله يخليها لينا. هادوك جوج مكونات البنات، هادوك جوج مكونات البنات عباره على الراس ديال الماعز، الراس ديال الماعز البنات خاصو ضروري يكون صغير. انا غنخلي لكم الصوره في بدايه الفيديو، يعني غادي نخليها لكم في هذا الفيديو هذا في الصوره المصغره على برا باش تشوفوا الراس ديال الماعز. يعني البنات اللي في الدول العربيه الراس ديال الماعز راه معروف، غير هو خصو يكون صغير، ما تشريوش شي واحد كبير. قد ما كان صغير كنت انا كنشري غير ب20 درهم البنات، مولفه معكم انا الصراحه، يعني وداكشي عندنا فوق الطبله كما كيقولوا، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، راه كنشري غير ب20 درهم، يعني صغير شي ماعز يكون مذبوح باقي صغير. علاش؟ الهدف منه باقي صغير باش ما يعذبكش في الطياب ديالو، ماشي حنا درنا 20 درهم 50 درهم 100 درهم، درنا حنا انه دغيا يطيب لينا، ما ياخذش منا وقت كثير بزاف فهمتوا، شفتوا هو راه كياخد وقت، غادي تجيبيه صغير وغادي ياخد الوقت. المكون الثاني هو الغسول العواد، بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش الغسول العواد، الغسول العواد البنات ها هو، بلاتي نحضر لكم الكاميرا تشوفوا. كما قلت لكم البنات انا حضرت لكم الكاميرا دابا باش توضح لكم الرؤيه مزيان وتشوفوه مزيان، ها هو شوفوا كيفاش داير. غادي تمشيو، حنا هنا في المغرب كنقولوا ليه الغسول، كانوا كيصبنوا به بكري فهمتوا، هو راه كيدير واحد الكشكوشه كيدير واحد الرغوه فهمتوني، ها هو هكا كيكون داير الراس ديالو، كيكون فيه بحال واحد هكا واحد النقيطه ما عرفتش شنو هي هذه. المهم هو هذا، الريحه ديالو كتكون ماشي خايبه، راه هو هذا هانتوما البنات، هذا هو الغسول العواد. غادي تجيبي 5 دراهم ديال الغسول العواد، 5 دراهم فقط، وهذاك الراس ديال الماعز. دونك راه غادي ديري هذه الوصفه هذه اللي هي معجزه، انا كنسميها الوصفه المعجزه صراحه الله، راه شي حاجه اللي ما غاديش تندموا الا جربتوها. انا ماشي كنقول جربوها بغيت يعني ليفي ولا شي حاجه من هذا القبيل كما كيقولوا بعض المستهترين، انا عارفه اش كنقول لانني انا شربتها وعرفت شنو دارت ليا وعرفت كيفاش غيرتني وكيفاش كيفاش وليت. داكشي علاش كنهضر، كنهضر عن تجربه وتنهضر بثقه واثقه في نفسي وعارفه اش كنقول فهمتوني اش بغيت نقول لكم البنات. كنتمنى تكون الرساله وصلتكم، كنتمنى انكم تجربوها فعلا، اي بنت اي امراه كتسمعني او لا حتى راجل علاش لا عنده هذا المشكل جربوها، راه ما كاين مشكل، راه بحال المراه بحال الراجل، ما عندهاش هي شي حاجه مميزه يعني اللي تخليها خاصه بالنساء، راه بحال اللي عنده هذا المشكل هذا اللي هضرت عليه في البدايه ديال الفيديو يحاول يدير هذه الوصفه. هذه راهي سهله، هانتوما 25 درهم مغربيه راه غادي تصاوب لكم الوصفه شنو بغيتوا، يعني ساهل دائما تنجيب لكم انا السهل والممتنع. المهم غادي تجيبي الغسول وغادي تنقيه لانه هو كيكون فيه بحال هادشي، هانتوما شوفوا لتحت كيكون فيه بحال التراب، غربليه اولا نقيه وحيدي منه بحال هاد العويدات الزايدين بحال هادو ما كاينلاش، وبحال كان فيه الحجر مثلا هانتوما شوفوا هذا ما فيهش الحجر نقي. دونك غادي تجيبي 5 دراهم، هذه على فكره هذه راه غير 2 دراهم، انني انا ما بغيتش نطيبو غير بغيت ندير معكم فيديو باش توصلكم الفكره، كنتمنى تكونوا فهمتوني. من بعد غادي تشدوه تنقيه وغادي تطلعوه للشمس، كما قلت لكم البنات غادي تشدوا الراس ديال الماعز وغادي تشوطوه عادي، شوطوه في العواد اولا في الفخر، من بعد غسلوه ونقيوه
وقسموه على أربعة، قسموه على أربعة، يعني ما يهمكمش التقطاع ديالو، المهم يتقسم على طريفات وديروه في الكوكوت، يعني في طنجرة الضغط. من بعد غادي تغسلوه الغسيل وغادي تحطوه فوقه، فهموني شنو غديروا؟ غسلوه مزيان فواحد الصفايه اولا شبكه وحطوه فوق الراس ديال الماس. هاد الوصفه هادي راه ما كاينش اللي غادي يقولها لكم في اليوتيوب، ما غاديش نقول لكم ما عارفينهاش، راهم عارفينها وما غاديش ما كاينش اللي تجرأت وحطاتها، يعني هو راه ماشي عارفه كلشي بقليل قليل، وانا تنأكد عليها راه وصفه نادره وسحريه، وانا اللي عارفه يعني شنو دارت فيا، راها مزيانه ورخيصه، فهموني اش كنقول لكم. من بعد فاش غادي تحطوا الغاسول فوق الراس ياك، غادي تغطيو عليه بالماء، غادي تغطيو عليه تقريبا، غادي ديروا واحد اذا كانت عندكم كوكوت كبيره اولا طنجره ضغط كبيره يكون من الاحسن، وغطيو عليه بالماء، كثروا الماء، دونك غادي ديروا حتى 3 لتر ديال الماء، انا ما كنعبرش وانما كنغطيو عليه بالماء وكنزيروا عليه فقط، هاد لي دو غادي تزيروا عليهم وغادي ديروه فوق البوطه وغادي ديري الصفاره وخليه تما واحد الساعه ديال المكنه. من بعد ما بين 40 دقيقه حتى 60 دقيقه على حساب العافيه اللي طلقتي لي انت، شحال من وحده كتقول لي ما قلتيش ليا شحال نطيبوه، راه ما بين شحال نقول لكم، ما بين فرنو ديال الغاز وفرنو ديال الغاز راه كتبدل الهضره، يعني انت عينك ميزانك عينك معاه، دونك خصو هو في الاخر يخلي لك واحد 2 لتر ديال الماء يبقاو عندك، فهمتي كيفاش؟ يعني ملي غادي طيبيه وغادي تحلي عليه غادي تلقاي واحد الريحه راه هي مجهده، صبروا ليها البنات ماشي مشكل، اللهم حر هذيك الساعه ولا شي حاجه كتعاني معها عايشه معاك دائما، كتفهموني اش كنقول لكم. من بعد غادي تشدو غادي تحلو عليه غادي تصفيوه، فاش غادي يطيب باش غادي تعرفوا غادي يطيب، ماشي يطيب اللحم ولا العظم ديالو، العظم ديالو خاصو تولي ديري ليه بحال هكا وتلقيه صافي، ولا بحال المخ، كنتمنى تكونوا فهمتوني، ماشي تبقاو مقابلين اللحم يطيب، لا خاص العظم يطيب، كنتمنى تكونوا فهمتوني، تنتمنى الفكره تكون وصلتكم، تنتمنى انكم تجربوها، اي بنت اي رجل اي امراه كتسمعني وسمعت هذه الوصفه هذه ترحم ليا الوالدين عليها والدعم عليا، انني حتى انا ان شاء الله تفعل لي القناه ان شاء الله ويوصلني الكود ويفرحني الله ان شاء الله تعالى ويفرح الوالده ديالي، لان هي اللي شجعتني انني نحط الوصفه وهي اللي بغات الاجر فيها، وداكشي علاش انا حطيتها. كنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه لواحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، هو انكم غتشربوه 3 ايام على الريق، كيما تفيقي كيما غادي تشربي هذاك الغراف على الريق، سخنيه غير يدفى ماشي سخن، غير يدفى اقل من سخون شويه، وغادي تهزي ليه الراس، هو قاسح وكيملاح لان الراس ديال المعزي مالح وهذا مالح، فهمتوني شنو نقول البنات، يعني صبروا ليه ماشي مشكل، انا كنسد النيف ديالي وكنشرب، كنغمض عيني وكنشرب، ولكن راه كيولي فيا الاسهال ما تخافوش منه، كان رجع وكيولي فيا الاسهال مده ديال 3 ايام. من بعد كنولي الحمد لله والشكر لله، واي واحد عرفت الام ديالي وقع عليها هذا المشكل الا وكتشارك معاه الوصفه اولا كتصاوبها ليه هي بيديها، الله يشافيها ويخلي لها صحتها، والحمد لله كيولي لاباس، اللهم لك الحمد. داكشي علاش انا شاركتها معكم، لانكم عزاز عندي وغاليين عندي، وبغيت الاجر ليا والام ديالي، شكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تفاعلوا اكثر مع الفيديوهات لان التفاعل بالي ينقص، الا بقى على هذا الريتم ما غنبقاش نحضي فيديو مع الاسف، شكرا لكم بزاف بزاف، الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.